الإمبراطورية الرومانية. ابتدأت هذه المرحلة وفيها بدأ انتشار المسيحية في فلسطين، وكان حاكم فلسطين بيلاطس النبطي يحارب المعتقد الجديد لدرجة أنه أمر بصلب السيد المسيح. كما شهدت هذه المرحلة ظهور أباطرة اشتهروا بالبطش والدموية أمثال كالجولا ونيرون الذي بطش حتى بأمه وزوجته. أما أشهر ما ارتكبه فقد كان قيامه بحرق روما في سنة 96 للميلاد. حكم الإمبراطور نيرفا وكان أول الأباطرة الأنطونيين، واشتهر منهم الإمبراطور تراجان الذي بلغت الإمبراطورية في عهده أقصى اتساعها، وتم توطيد الحكم في مصر وإنشاء حصن بابليون. كما هاجم الفرس سنة 116 للميلاد ووصلت جيوشه إلى الخليج العربي. في سنة 193 تولى حكم روما الإمبراطور سيبتيموس سيفيريوس، وهو من أصول ليبية قرطاجية، ونشبت حرب أهلية سببها طموح حاكم سوريا الروماني نايجر للاستيلاء على السلطة. وقد تزوج سيبتيموس من جوليا دمنة السورية وأنجب منها الإمبراطور كاراكالا. في سنة 244 للميلاد تولى الحكم فيليب الأول المعروف بفيليب العربي المولد في منطقة شهبة جنوب سوريا. في عهد دقلديانوس شهدت الإمبراطورية بعض الإصلاحات ونشأ نظام حكم ثنائي اشترك فيه زميله في الجندية القائد ماكسيميانوس. وفي عهدهما عاد اضطهاد المسيحيين إلى الظهور، واستمر ذلك في عهد خليفتهما ليكينيوس الذي حاول القضاء على الأمير قسطنطين مؤسس الإمبراطورية البيزنطية، لكنه